أهلا مرحبا بكم من جديد، مستمرين معكم في هذه الفترة المفتوحة بحبك يا وطني بمناسبة أعياد الاستقلال المجيدة وأيضا استقبال عام جديد 2021 واليوم 31 من ديسمبر 2020 يا حسن. نعم، بكل تأكيد بنترحم على أرواح جميع الذين فقدناهم في السنين الفائتة، الرحمة والمغفرة لكل من كتب وتغنى ولحن لهذا الوطن الحبيب. يمكن كثير من الشخصيات الجميلة والعظيمة والخالدة في تاريخ هذا الوطن الحبيب فقدناه يمكن صحيح في السنة الفاتت، وبرضو امتداد يعني لسنوات ماضية كثير من الفنانين الذين جملوا وتغنوا لهذا الوطن فقدناه، بنترحم على أرواحهم جميعا، وكمان نترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ولكل شهداء الحركة الوطنية، مع تمنيات بعام جديد كل أمن وكل سلام وكل تنمية، وما تصعب إن شاء الله على السودانيين تاني إن شاء الله، وربنا يجعل الاستقرار لهذا الوطن والطمأنينة كمان لكل الناس. ونحن كنا بنقول الناس السمحين دي كلهم مرحلوا، هم أستاذنا الكبير بادي محمد الطيب، لكن هي سنة الحياة برضو في ناس جميلين لسه بيجملوا هذا الوطن، سواء كان بالكتاب الجميلة للوطن أو بالغناء لهذا الوطن بالأصوات برضو الجميلة. حسن، نحن معنا ضيف تاني. نعم، نرحب بالأستاذ محمد كرار آدم، وهو واحد من عمد الأحامدة النقاطاب بالسودان. نحن بنرحب بك وبنقول لك عيد استقلال مجيد، وإن شاء الله سنة قادمة فيها كل أمان السودان محققة. التحية لكم، وأنا سعيد جدا أن أطيل عبر تلفزيون الولاية. أسأل الله أنه إن شاء الله نكون خفيفي ظل على المشاهدين، وإن شاء الله يعني تحصل الفائدة إن شاء الله لكل الإخوة المشاهدين إن شاء الله. عادة الذكريات اللي بتجتراها من الدروس ومن العبر لاستقلال السودان المجيد، وإنت معلم أكيد بتكون نظرتك مختلفة، تفضل. والله أنا كثير بقول إنه يعني الناس البذل القالي والرخيص وجو بالاستغلال حقوح نبقى عشرة على المزالة دي وما نفرط فيها. يا سلام. إذا 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 هم بذلوا أبسط حاجة نبذلها نحن وكجيل، إن إحنا نحافظ على السودان ونحافظ على استقرار ونحافظ على تنميته. نعم، جميل. أنا بحيي عبرك كل المعلمين في بلادي، لهم تحية الحب والاحترام. وبداية الحركة الوطنية يمكن وكل قادات الحركة الوطنية الأغلبية العظمى كانوا الذين يحملون الطباشير ويدرسون الطلاب يعني عن التاريخ وعن الجغرافيا وعن السودان القادم، فتحية الحب لكل معلم. المعلم ظل هو الغايد والأب الروحي لكل يعني التنقلات، إذا كان سياسية إذا كان اقتصادية، ويرسم الطرق للآخرين. يعني المعلم هي مهنة رسل، ودائما معظم المعلمين يقفون على عتبة واحدة من كل الأحزاب الموجودة في السودان، فهم يعني مفتاح هذا البلد. فنسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني يوفق المعلمين في مسيرتهم، رغم الهنات الكثيرة، ويمكن من شهداء بداية شهداء ثورة الإنقاذ الأستاذ أحمد الخير، نسأل الله إنه يتقبل قبول حسن إن شاء الله. فهم في كل المسارات، هم يتقدموا كل المسيرات وكل المسارات وكل التقدم، هم المعلمين. نحن عشان برضو نقرب المسافة بينك وبين السادة المشاهدين لهذا البث المباشر، يعني كيفية المحافظة على استقلال السودان، يعني ما هو الراية دي تسليم وتسلم؟ نعم، حتى صحيح. في المدارس من فصل لفصل انت بتسلم الراية للفصل البعديك للطالب البعديك وهكذا، يعني من الأساس للثانوي ومن الثانوي للجامعة. صحيح. تسليم وتسلم. صحيح. لكن كيف تكون المحافظة؟ ما هم الناس دي سلمون السودان ده زي ما يقولوا في طبق جميل. صحيح. وزاهي، لكن كيف نحن نحافظ عليه؟ يعني هل نحن قدرنا نحافظ بنسبة معينة في وجهة نظرك الخاصة، ولا ما حافظنا نهائيا على هذا العلم وهذا الاستقلال الجميل؟ والله كتر خيرك أستاذ محسن، بقول إنه هم لما سلمونا السودان ده كأمانة وبجماله ده، أكيد في كيف يعني كيف وصلوا المرحلة دي؟ وصلوها لما كلهم اتحدوا بمعارضة وبأحزاب، إنه والله لابد إنه السودان ده ينال استقلاله. في لحظة ما كلهم توحدوا
ودين محتاجينها الآن. إننا نحن يا جماعة كلنا نتوحد ونصفي نفوسنا ونضع السودان في حدغات عيوننا. صحيح. كده نحن حافظنا على الأمانة وكده بنحافظ على السودان وكده بنقدم السودان. أنا بقول لناس الكورة نخط الكورة وطاه. نصفي نفوسنا دي تأكد السودان ده هيكون من 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 أفضل الدول الأفريقية والعربية إن شاء الله. جميل. في المستعمر يمكن يعني عمل على الإدارة الأهلية في حل حالة كثير من مشاكل السودان في الفترة الماضية. وبكل تأكيد دور الإدارة الأهلية مطلوب في هذه الفترة. في كثير من القضايا العالقة بإمكان الإدارة الأهلية يمكن يعني تحل من باب العمد. صحيح. والتواحد لعمدة واحد من القبائل السودانية يعني لحمدة. صحيح. الإدارة الأهلية ما هي الإدارة الأهلية والسودان. والسودان يعني الإدارة الأهلية هي الأحزاب كلها موجودة في الإدارة الأهلية. فالإدارة الأهلية كمكون موجود يعني في كل الصراعات اللي بتحصل في السودان حلحلتها في يد الإدارة الأهلية. لأنه نحن كقبائل سودانية الإنسان السوداني الجميل شايفينه ده بتحكمه إذا كان كل القبائل إذا كان الشيوخ إذا كان عمر إذا كان ناظر إذا كان شرتاي غيره من المسميات الموجودة الأهلية. حلحلة المشاكل من قديم الزمان مما تكوين الإدارة الأهلية يعني حلحلة المشاكل دي كلها بتكون على رأس الإدارة الأهلية. لأنه عندهم الكلمة عندهم الفطنة عندهم الرأي يعني مسموعة كلمتهم بين 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 أهلهم. يعني عشان كده نحن بنقول إنه والله حتى توحيد الجبهة الداخلية للسودان هو دور إدارة الأهلية في إنه يقدر يقعدوا مع كل مكونات المجتمع المدني وحكومة وغير وأحزاب إنه يوحد السودان. وبتوحيد السودان دور الإدارة الأهلية دور كبير جدا في المسألة. وأكيد هم في كل يعني الآن مشكلة حصلت في السودان بتلقى على رأس الإدارة الأهلية وأخواننا في الـ في الـ في الـ في الطرق الصوفية. يمكن يعني أزيد لك شوية يمكن في 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 مشكلة حصلت قبل يمكن من أخواننا الحسانية في كان جريمة قتل واحد حسانية قتل واحد من اللحام ده والناس عفوا يعني إحنا ما دام بنعفي الرقبة بنعفي الدم يعني يمكن أسرة القتيل والقاتل قعدوا مع بعض وأكلوا وشربوا مع بعض. فدي تقريبا أكبر جريمة في الدنيا دي إنها القتل يعني. فما دام الناس وصلوا إنه والله إنه يحفوا جريمة القتل ويحفوا الدم فتقريبا باقي الأشياء الثانية هي صغائر يعني مقدور عليها. فأتمنى إنهم يتنازلوا عن الصغائر وتكون الإدارة الأهلية إن شاء الله لها دور كبير ودورة متعاظم ودور إن شاء الله موجود إلى أن يرسل الله العظم عليها إن شاء الله. طيب أستاذ محمد كرخ شنو الحاجة اللي بتجعل عجلة دورة الحياة والسنوات الطويلة دي وكل عام نحن بنكرر نفس الحديث يعني هل في حاجات معينة بتخلي يعني الإنسان السوداني ده ما يتصافى مع نفسه ومع الآخرين ولا ليه نحن في الدوران بتاع إنه نحلحل 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 ما بنصل للحل ليه ما بنصل للوحدة الوطنية المنشودة من قديم الزمان هل في أسباب خفية تقدر تفيدنا بها ولا الأسباب شنو تفتكر في وجهة نظرك أنت؟ والله أقول إنه إحنا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان هجانا كذئب يأكل لحم أخيه ذئب ويأكل بعضنا إيانا. كل مشكلتنا فينا نحن إن كيف نصفي نفوسنا دي. لو قدرنا نحن وصلنا إن نحن نصفي نفوسنا دي تأكد تماما المناصب والحاجات دي كلها على زوال. يمكن يعني استعرض قصة في زمن هارون الرشيد إنه يعني واحد من يعني أشار لأحد الناس الموجودين إنه يجيب له موية يعني فقام جاب له الموية فقام سأله قال له لهارون الرشيد يعني لو منعناك من الموية دي تبديله بشنو؟ قال له والله أعطيكم نصف ملكي. قال له طيب لو دخلت وما طلعت قال سأعطيكم الملك كله عشان تخرج الموية دي. قال له ما دام يعني ملك فيه يعني بجغمة الموية دي حق الناس ما يتغاتلوا فيه. نعم. في تخيلي دي رسالة لكل الناس عشان تصل لكل الناس يعني. إن شاء الله أنا يعني بجيب على سؤال محسن لكن برأي كثير من الناس اللي تناقشنا معهم في نفس النقطة بيقولوا إحنا كسودانيين ما قاعدين نناقش القضية الأساسية يعني
بنصل لحل، بنقعد سريع بنصل لحل، لكن ما بنناقش القضية الحقيقية بدت منا المشكلة أي عشان ما نرجع لها تاني. بنصل لحل وبنخلي النقطة الأساسية هي قاعدة بيناتنا، بعد ذلك بتكون سبب الخلاف في الجزور الجاية. نعم الجزور ما بنعالج الجزور يعني. افترض احنا عملنا عملية بتاع القلع اذا كان اصلا الحك الجرح بيكون اكيد صحيح. طيب استاذ محمد، 2020 سنة كانت فيها كثير من الاحداث، اذا كان على المستوى السياسي حتى على المستوى الاجتماعي، وكورونا كانت يمكن العنوان الابرز في السنة الفائتة، كثير من الاحزان وكثير من الدموع كانت في 2020، لكن كانت في برضو عدد من الاشراقات والبشريات للشعب السوداني، توقيع سلام تم، رفع اسم السودان من قائمة ظالمة جدا، يعني رجوع السيادة الوطنية والسيادة والحصانة للسودانيين جميعا في حركة التبادلات المالية بين دول العالم الخارجية. أفتكر دي بشريات سياسية كويسة للسودانيين. دارين ننظر للعام 21 برؤية مختلفة، رؤية تجمع كل السودانيين عشان ما يحققوا أحلام السودانيين في بناء وطن يجمع كل السودانيين. كل الحصل في 2020 بخيره وبشره، لو ما توحدنا نحن كجبهة داخلية سودانية نقعد بران السودانيين ديل يحلوا مشكلتهم. يعني أضرب لك برضو مثل حصل في 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 تركيا، لما اتداخلت يعني عندهم معارضة، كمية من الناس معارضين، يعني كل جبهة معارضة عندها شخص مزول منها، فكان الجبهة الفرنسيين وغيره دخلوا قال لهم يسووا لناس، قال لهم لا دي تركيا، نحن مشاكلنا برانا بدون تدخلات. نحن الآن كشعب سوداني محتاجين أول حاجة، نحن نوع أول حاجة قلت قبيل الكلام اللي قلت نصفي نفوسنا ونقعد. تأكد تماما نحن لو ما صفينا نفوسنا رغم السلام اللي حصل، وإنت الآن استشهدت بأنه قلت إن نحن قاعدين نخلي المشكلة وبنحوم حولها، يعني بنحل أطرافها لكن بنخلي الجذور المشكلة ما لها هي موجودة يعني. فنحن محتاجين نحل جذور المشكلة. فأضرب لك مثلا زي شغل الكوارث، يعني معليش يعني ضربت أمثلة كثيرة. ففي شغل الكوارث، فرجل موجود على رأس جدول، الجدول بيقوم الجدول ده بيدخل الموية للحواشي بتاعته. هو قاعد، فكل ما جاء كيس أو وسخ بيقوم يشيله يقدعه. فواحد قال لي يا أخي أنت بدل تكون قاعد يومك كله تلقط، أمش شوف الأكياس الوسخ جاي من وين؟ جذور المشكلة. نعم. فلما رجع لقى إنه فعلا في كون بتاع وسخ كبير كل ما الموية وصلته هو بينزل وين؟ في الموية وبيجي ماشي مع الموية. نعم. فلما أزال الكون بتاع الوساخة الله يكرمكم قاعد اليوم كله ما في حاجة جات. فإحنا زي ما قلت إحنا دايما نشوف أس المشكلة وين عشان نحل المشكلة. نعم. فإذا شوفنا أس المشكلة وين، أس مشكلة السودان ده، فإن إحنا كيف نتوحد ونتقبل الآخر. أيوة يعني. عشان إحنا نتوحد بيه سلام نجيبناه ده، يعني السلام ما يكون إحنا عملنا السلام عشان نقسم المناصب، لا إحنا عملنا السلام عشان 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 نقدم السودان، عشان ننظر للشعب السوداني. الشعب السوداني الآن الصابر ده ما يستاهل اللي بيحصل الآن. محتاجين إحنا نعمل سلام عشان إحنا على الأقل نقول للشعب السوداني والله شكرا انك انت قدرت توحد جبهتنا الداخليه، نوحد جبهتنا الداخليه عشان احنا نقدم خير للشعب السوداني منتظرنا ان شاء الله. نعم. هل في ثقافه مقروسه يعني صعب طالما انتم جبتوا الحته بتاعت التسكين والقلع من الجذور، هل في ثقافه موروثه هي اللي سببت هذه المشاكل المستمره في السودان؟ وهل التعدد ده نعمة صراحة والله في بعض الأحيان هو نغمة على الـ على الـ على الوطن، أنا أتحدث يعني لأن الوطن هو فوق الجميع يعني. صحيح. صحيح. الـ 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 المشاكل في السودان وفي أي بلد ما بتنتهي، لكن بيبقوا دائما العقلاء إنه يسمو فوق المشاكل. يعني المشكلة لما تبقى بتهدد البلد ما زي المشكلة اللي بتهدد شخص وتهدد قبيلتك. بيبقى الناس كلهم يتوحدوا في انهم، وزي ضربت مثل قبيل انه في مؤتمر الخريجين لما قدموا المذكره، يعني المعارضه على كل الناس الموجودين مجلس النواب هم وقعوا في يوم واحد. يبقى معناها ديل درسوا جذور المشكله وعرفوا انه والله السودان ده لازم يصل لشنو، انه السودان ده يستقل. صحيح. محتاجين نحن نتنازل عن الصغائر. اذا تنازلنا عن الصغائر حنجد سودان اخر، تاكد تمام بكل تاكيد. وحتى على تجربه يمكن التجربه السياسيه للسودان والحديث عن المركز والهامش،
في كثير من مناطق السودان ده وده بيتفق عليه كل السودانيين وكل المناطق في السودان متأثرة تأثير كبير جدا، ما في تنمية ما في سياسة. لو طلعت يمكن قريب منطقة قريبة للخرطوم بتلقى مشاكل كبيرة جدا في البنى التحتية، لكن هنالك من يختار انه يشيل يحمل السلاح عشان ما يحقق مطالبه دي، وافتكر ده برضه طريق يعني للثوره وطريق انه زول يحقق رغباته. في ناس ما حملوا سلاح قاعدين في مناطقهم، لكن لو نظر للسودان الواحد كل السودان ده يحتاج لعمل كبير جدا، ويمكن النظره دي حتى الناس اللي وقعوا السلام بعد عمل تطواف لولايه السودان المختلفه شاف انه والله يا اخي الشعب السوداني ده قاعد يعاني، الخرطوم قاعد تعاني اليوم الزول في الخرطوم يعني ده اللي هو ده اللي مصدر دخل كبير جدا على مستوى الخدمات. نعم صحيح، على مستوى الخدمات بكل تاكيد، حتى البنيه التحتيه يعني بكل تاكيد. اي نعم. فبنقول انه والله يا جماعه يعني كل ما الواحد ينظر لـ 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 للمواطن السوداني بقول والله المواطن اللي قام بالثوره والمواطن اللي قام بالثورات والمواطن الصبر على الحكومات والله ما يستاهل بيحصل له ده، لكن تفاؤلوا بالخير تجدوه، دائما متفائلين ان شاء الله انه يكون بكره افضل من الليله وبعد بكره افضل ان شاء الله من بكره. وفي دي بنأول على اخواننا في الاداره الاهليه، قيادات الاداره الاهليه من نزار وعمد وغيرهم، انه يقودوا المساله دي، انه يكون في توحيد للجبهه الداخليه بين احزاب وبين 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 مكونات عسكريه ومكونات مدنيه، انه يا جماعه لابد من التوحد، لابد انه يعني نبعد من الاشياء اللي بتخلي انه في خلاف وبتخليه دائما يكون الناس من نظرتهم للمناصب اكثر من نظرتهم لشنو للبلد. نعم اي نحن وصلنا معك للختام لكن داير رساله انت معلم للجيل القادم للشباب في المدارس في فصول الدرس، ونعلم انه يعني تاخير العام الدراسي اكيد، ادينا رساله ختاما لهذا اللقاء. بقول لي يعني اولادنا انه البلد دي نحن خلاص باعتباره خلاص انتهينا مشينا، البلد دي حقتكم، ابقوا عشره عليها عشان تبقى عشره على البلد. احنا يا جماعه بلدنا دي وسها التعليم، من غير تعليم ما بتتقدم. فالان يمكن اولادنا حصل ضرر كبير جدا بتاخير العام الدراسي، لكن هي اسباب موجوده مغنيه على اي انسان، وبشرياتنا انهم يعني الحمد لله يحددوا انه يوم 10 ان شاء الله هم يبدا العام الدراسي. فوصيتي لابنائي الطلاب انهم يركزوا على قرايتهم، يركزوا على مذاكرتهم، يخطوا وطنهم ده في حدغات عيونهم، يبعدوا من الحاجات اللي بتجيب الغل، الكراهيه، الذكر القبيله بتعالي على القبيله الاخرى، انهم يركزوا على بلدهم، السودان ده حقهم، السودان ده يسع الجميع، السودان ده حق الناس كلهم بدون اي فرز من شخص اخر، السودان ده حقنا كلنا. وده اللي وصلت يمكن طوان في رواندا شو بتاع الجينيسايد اللي حصل، انه والله القبائل يعني وصلوا الاف القتلى يعني، لكن في النهايه وصلوا انه والله لمصالح انه البلد دي حقتهم كلهم ولازم يتعايشوا فيها، وانه اللي بيجدع كيس الوساخه يجي الثاني يشيله براه بيتصرف. وزهره التنميه والنهضه في رواندا، نحن نتمنى انه السودان برضه ان شاء الله الان هم عبروا يعني ان شاء الله نعبر زيهم مسرع ان شاء الله. شكرا استاذ محمد كرار آدم عمدة الحمد النقطاف، شكرا. نعم. كل عام وانت بخير، تسلم كثير. شكرا سعيدين. وعام سعيد عليك. الله يكرمك وعلى جميع السودانيين، تحية الحب والاحترام لقوات الشعب المسلح السودانية الفتية ولكل الضباط وضباط الصف والجنود، وهم ينتشرون على حدود هذا الوطن حماية وأمن واستقرار، نحييهم ونستدعي يمكن تضحيات الجيش ونضالات الجيش منذ الحركة الوطنية الأولى. تحية لكل شرفاء الجيش ولكل قادة الجيش، بنحييهم الآن يا محسن على حدود الشرقية يقاتلون يعني ويستعيدون أراضي السودان المنهوبة. نعم. من الفشقة وانت ماشي، نحن بنتمنى الاستقرار برضو للسودان ولكل يعني الدول المجاورة أيضا للسودان الاستقرار. نطلع فاصل ونرجع نواصل إن شاء الله.